بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رياض وزازي, we're coming to another episode of Rocky Ramadan 2013 day 12. لازلنا أيها الإخوة الأخوات مع السلسلة الرمضانية, السبل التي تدخلنا إلى الجنة, ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الشهر المبارك أن يدخلنا الجنة ويغفر لنا ذنوبنا ويعتق رقابنا من النار. سبيل أو الطريق الذي سوف نتكلم عنه اليوم بمشيئة الله هو طريق التوبة أو الطريق الاستغفار. كنا تكلمنا عن التوبة, واليوم سوف نتكلم عن فضل الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين, وخصوصا المستغفرين بالأصحاب. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله سبحانه وتعالى, وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة في اليوم, وفي حديث أكثر من 100 مرة في اليوم. إذا أردت الرزق, إذا أردت الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك غمك وهمك, إذا أردت المال استغفر الله. وهذا أو هذا كانت أو هذه كانت نصيحة نوح عليه السلام لقومه. قال نوح لقومه كما قال الله سبحانه وتعالى, يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم, وقال نوح قومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا, يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم, إذا استغفرتم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سوف يمددكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا, يرسل السماء عليكم مدرارا, أي يمددكم بالعون بالمطر. إذا أردت العون من الله أكثر من الاستغفار. يستغفر ربكم إنه كان غفارا, يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذا أختي مثلا أو أخي, إذا يعني تعبت وأردت الولد والأمور لم تتيسر لك, أردت الله سبحانه وتعالى أن يهبك بهبة, يعني هبة الولد, الاستغفار. استغفر ربكم إنه كان غفارا, يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال, ها مال من الله سبحانه وتعالى أن يعون, وبنين يعني الأولاد, ويبارك الله سبحانه وتعالى في الأولاد. هناك سؤال, هل نكثر من الاستغفار أم من الذكر؟ سئل ابن القيم رحمة الله عليه, هل يجب أن نكثر من الاستغفار أم نكثر من الذكر؟ قال مثال جميل, إذا لك ثوب وهذا الثوب يعني ثوب يعني وسخ, هل أنت هذا الثوب سوف مثلا يعني تغسله بالصابون أم تعطره؟ من الأفضل أو الأولى أن تغسله بالصابون ثم تعطره. وكذلك هذا القلب, كذلك هذا القلب, هذا القلب يصير مثلا يصير يعني وسخ. فايش ماذا يعني المفعول ان يعني ماذا يجب علينا ان نفعل حتى نغسل هذا القلب؟ نغسله بالاستغفار, نغسل القلب بالاستغفار ثم نعطره بالذكر. نغسله بالاستغفار ثم نعطره بذكر الله سبحانه وتعالى. My brothers and sisters, today inshallah ta'ala we'll be talking about one of the pathways that will lead us to Jannah. This pathway is the pathway of istighfar, seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. This pathway is in fact one of the greatest pathways, seeking istighfar. We have talked about dhikr, we have spoken about Jannah, but today inshallah ta'ala we'll talk about the virtue of istighfar. If you are seeking help from Allah subhanahu wa ta'ala, if you are going through calamities, you're going through hardship, if you're going through let's say you need some sort of help, like you're looking for a job and you can't find one,
you have some financial difficulties, you're looking for a baby, and you want Allah Azza wa Jalla to bless you with some children, with some good offsprings, istighfar is the key. And I will give you the evidence. There are many hadith and many ayah from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala talks, you know, about Nuh alayhi salam. When he talked to his people, what did he tell them? قَالَ نُوحٌ إِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nuh told his people, استغفر الله, seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shall forgive your sins. Shall forgive your sins. And then what would Allah give you if you seek istighfar? استغفر ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. Allah Azza wa Jal will bless you with what? He will send down rain upon you. Here the meaning of rain upon you, يعني the help of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. And then Allah subhanahu wa ta'ala will bless you with wealth, with wealth and بنين and children. Children and banin and amwal and wealth. يعني you're having problem, financial problems, make lots of istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala will help out and Allah subhanahu wa ta'ala will alleviate that pain, that hardship that you're going through, or you know, that financial distress that you're going through. And also Allah subhanahu wa ta'ala will bless you with banin, with an offspring. يعني sisters and brothers, those who are seeking children from Allah subhanahu wa ta'ala, they've been trying and trying and trying. One of the keys, my sisters and my brothers, is istighfar. Al-istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you with a good offspring. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج أهل السنن, من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار, الله سبحانه وتعالى will bless you, will alleviate any distress, any stress, any anxiety, any depression. The key is الاستغفار ويرزقه, and Allah will bless him from ways and avenues he has never thought of. And remember the master of الاستغفار, اذكروا كما قال عليه الصلاة والسلام, أحب ذكر أو أحب دعاء اللي هو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام, من قال هذا الدعاء قبل أن ينام ثم يعني أخذ الله أو قبض الله روحه, أي مات, دخل الجنة. دخل الجنة من قال هذا الدعاء قبل أن ينام مثلا في الليل ثم توفته المنية, دخل الجنة. هذا هو سيد الاستغفار. Remember the master of الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. If so, the Prophet says, whosoever says this دعاء, you know, before he goes to sleep, and then Allah Azza wa Jal takes his souls, يعني he dies, he guarantees, the Prophet guarantees Jannah for that person. This is the master of istighfar. And don't say, my brothers and sisters, don't say, I've got so many dhunub, I've got so many sins, I've got so many. Allah subhanahu wa ta'ala, he is the oft forgiver. That's why he called himself Al-Ghafur Al-Ghaffar. لا تقول أنا ذنوبي مثل الجبال, حتى لو كانت ذنوبك مثل الجبال, تستغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفور الغفار, الغفور الغفار, لأنه يحب أن يغفر, يحب أن يتوب, يحب أن يغفر. فلا تقنط من رحمة الله, لا تيأس من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا, إن الله يغفر الذنوب جميعا. Do not despair from the mercy of Allah. Allah forgives all the sin. That's why he called himself Al-Ghafur Al-Ghaffar. Live with this name of Allah, Al-Ghafur Al-Ghaffar, especially in this blessed month of Ramadan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Until another episode of Rocky Ramadan 2013, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.